عودة لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان خبر سعيد يكتب حمدي رزق في عدد الغد من المصري اليوم، متحدثا عن حصيلة إيرادات قناة السويس للعام الماضي، والتي أعلن عنها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأنها بلغت 1,150,000,000 جنيه، مؤكدا أنها كشف زيف الادعاءات التي أطلقها الإخوان من منابرهم ومنابر مواقع صحفية عالمية بأن القناة تخسر، ورئيس السيسي تسبب في تدهور الملاحة البحرية في القناة بمشروعه، وهو ما تسبب في حالة إحباط شديدة لدى الرأي العام المصري. دكتور مروان، جيد جدا أن نذكر حملات التشويه والإحباط لأنها حقيقية ولا يمكن إنكارها. حملات التشويه والإحباط حقيقية ودائرة بقوة، ولكن نريد حملات رفع الروح المعنوية وزيادة الأمل. بالظبط، هي دي المهمة، ولابد أن تكون بجودة حملات الإحباط. يعني احنا في آليات عصر 2016، في سوشيال ميديا، في تلفزيون، في كذا، مش هنقدر نعمل زي ما للشعب، يعني مع احترامي الأفكار، ونقفل فيسبوك وقفل التلفزيون واعدم ده وامسك ده. ما فيش الكلام ده، خلص. يعني هي المشكلة حتى لو كان وارد من 50 سنة، فخلينا نتكلم في الوارد بتاع 2016. أتمنى بجد لازم الدولة تتبنى حملات إيجابية متعددة تخاطب الشباب وتخاطب جميع الناس انها ترفع الروح المعنويه، حتى لا يقعوا فريسه هذه الحملات اللي بين قوسين اصبحت محترفه جدا هذه الايام. فنتمنى حملات عكسيه من دولتنا العظيمه تواجه هذا الامر.